مستمرين في تصفح مجلة شباب قول وفعل الإيجابية والإنجازات الكويتية الجميلة اللي قاعدة تتحفنا في الاستديو ومستمتعين كثير فيها. اليوم عندنا اختراع جدا ذكي من شابة كويتية، الاختراع هو الحاوية الذكية لفرز النفايات. راح تكون ضيفتنا أسماء العتيق مخترعة الحاوية الذكية لفرز النفايات، وحياك الله ويا هلا ومرحبا بك. الله يحييكم، شكرا على الاستضافة. يا هلا فيك. طبعا احنا سعيدين، تو قبل هوا قاعد تقول لك خذيتي جائزة جديدة صح؟ صحيح. زين خلينا نتكلم عن بداية عن المشروع ونعرف الناس في هذا الإنجاز. أول شيء بسم الله، طبعاً المشروع الحاويات الذكية لفرز النفايات طبعاً هو عبارة عن حاوية إلكترونية، جهاز إلكتروني يفرز 3 أنواع من النفايات اللي هو الزجاج والبلاستيك والمعدن. طبعاً الفرز يكون أوتوماتيك من داخل الحاوية بعد التعرف على نوع المادة، لأن فيها نقول سنسرات معينة داخل الحاوية. مع عملية الفرز قاعد يتم هناك وزن لكل قطعة من هذه النفايات مع حساب الوزن الكلي. طبعاً المستخدم أو صاحب النفاية قبل لا يستخدم الحاوية الذكية لابد أنه يرتبط مع الحاوية الذكية عن طريق البلوتوث، لأن في يعني برنامج خاص بالحاوية الذكية على السمارت فون أو الهواتف الذكية. فلما يرتبط معه مع الحاوية الذكية يحط النفايات في الحاوية الذكية، ومن بعدها راح تطلع البيانات اللي هي نوع النفاية ووزنها، وراح ينتقل على الموبايل أبليكيشن ويحسب له كم سعر هذه النفايات، لأن هذه النفايات لها أسعار معينة على شركات التدوير. طبعا لأن هذه الحاوية الذكية أيضا يعني شابكة على شبكة الإنترنت، فإحنا نقدر نعرف أن هذه الحاوية إما هي مليانة أو لا. بناء على هالمعلومات نحن نرسل السيارات الخاصة ونجمع النفايات ونوصلها على شركات تدوير ونبيعها عليهم بالكيلو وبالوزن، والمبالغ اللي احنا استرجعناها يعني من عملية التحصيل هذه راح يسترجعها المستهلك اما عن طريق الكاش او عن طريق التحويل في البنك. جميل جدا، يعني نشوف ان في وعي لثقافة ان اعادة التصنيع. نعم. خاصة ان يعني دائما احنا كنا نسافر نشوف الدول المتقدمة دائما يمارسون هالشغلة إعادة التدوير، وأن يعني فكرة جميلة أن الحين يتم تطبيقها، وسعيدين أن يكون عندنا إنجاز من امرأة كويتية شابة تكون تفكر في شغلة لها مستقبل، يعني عائد للمستقبل الأجيال. الله يسلمك. نبي نشوف عن مشاركتك الأخيرة اللي صارت في معرض كوريا الدولي لاختراعات المرأة. نعم. وحصلتي على المركز الثاني في المعرض، ألف مبروك. الله يبارك فيك، مشكورين بهالإنجاز. حكينا عن مشاركتك. طبعا المشاركة الأخيرة هذه تمت بدعم وترشيح من قبل مركز صباح الأحمد الموهوب والإبداع، وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت التقدم العلمي. جاءت يعني جاء الترشيح يعني للمشاركة في معرض كوريا الدول لاختراعات المرأة 2018. طبعا هذا معرض سنوي يقام في جمهورية كوريا الجنوبية، يعني خلينا نقول لي يعني لتجميع جميع الاختراعات اللي تقوم بها المرأة من الدول كلها. فشاركنا فيه، طبعا كانت المشاركة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2018، والحمد لله من خلال هذه المشاركة تم عرض المشروع اللي هو الاختراع الحاوية الذكية. مع طبعا كان الانطباع جيد من بداية خلينا نقول من بداية يوم الافتتاح، فكان المحكي خلينا نقول اللجنه العليا والضيوف يعني كان عنده كان في استحسان لفكره المشروع. وبعد ما مر على عمليه التحكيم لله الحمد يعني حصلنا على الجائزه الثانيه اللي هي اسمها سيمي جراند برايس. طبعا هذه تعتبر الجائزه المركز الثاني بالنسبه للجائزه الكبرى، وهذا يعني خلينا نقول من بدء من بين اكثر من 300 اختراع من 28 دوله. احنا دوله الكويت شاركنا في مشروع واحد وحصلنا على هذا المركز، والحمد لله رب العالمين يعني وصلنا لهالمرحله لان هذه الدوله العربيه والخليجيه الوحيده اللي وصلت لها. طيب احنا معانا تقرير عن هالانجاز راح نشوفه مع بعض. اكيد. مشروع الحاويات الذكية لفرز النفايات إيفرز. يساهم هذا المشروع على معالجة مشكلة النفايات للمحافظة على البيئة الكويتية من خلال ابتكار حاوية إلكترونية ذكية متصلة بتطبيق هاتف ذكي وبالإنترنت، وتعمل الحاوية أوتوماتيكياً على فرز 3 أنواع من النفايات: بلاستيك، معدن، والزجاج. كما سيتم وزن هذه النفايات وتحويلها إلى قيمة مادية يستفيد منها المستهلك، ومن ثم جمع ونقل هذه النفايات إلى شركات التدوير. ويعتبر هذا المشروع أول مشروع إلكتروني يطبق مفهوم إنترنت الأشياء IoT على مستوى الكويت، وأول مشروع يساعد المستهلك على استرجاع قيمة نفاياته.
طبعا شفنا طريقة أو خطة هذا المشروع الجميل، لكن أنا أبي أرجع شوي للمعرض وأبي أعرف لأي جهة يتبع هذا المعرض الدولي. طبعا هذا المعرض الدولي تحت مظلة المنظمة العالمية للاختراعات، أو خلينا نقول المنظمة العالمية لتسجيل براءات الاختراع. فهذه منظمة دولية تحت الأمم المتحدة، وأيضا يعتبر خلينا نقول شيء معتمد من الأمم المتحدة. جميل. طيب مساء، قبل شوي كنا تحت الهواء نسأل أنا وعليا أن متى إن شاء الله راح يطبق هذا الاختراع الجميل عندنا؟ نعم، وإن شاء الله بإذن الله إحنا في البداية أثبتنا الفكرة هذه، أثبتناها في النموذج المصنعي الأول، وهذا يعتبر خلينا نقول يعني قطعنا مشوار كبير. بالنسبة للتواجد إن شاء الله، أول شيء إحنا الحين قاعد نطور الموبايل أبليكيشن اللي هو تطبيق الهاتف الذكي، فهذه خطوة أيضا محتاجينها علشان نكمل الفكرة. بعدها إن شاء الله راح يكون في تطوير لهذه الحاوية، وبإذن الله نوصل لمرحلة الإنتاج والتصنيع. فالمشوار يمكن شوي يعني محتاج وقت، لأنه هو منتج جديد، منتج صناعي، محتاجين الدعم المطلوب سواء من يعني خلينا نقول الدعم المادي والأرض الصناعية، وكذلك يعني خلينا نقول الشراكات مع الجهات المختصة. فهذه يعني كانت يعني هذه إن شاء الله يعني بداية، وإن شاء الله بإذن الله نحاول قدر ما نقدر بأقرب وقت يتطبق على أرض الواقع إن شاء الله. طيب وإذا بنتكلم عن الاختلاف بين الإي فرز يعني وباجي الفرز المتعارف عليه، نعم، شنو الفرق بينهم؟ نعم، أول شيء خلينا نتكلم عن نوعية الفرز بالعالم، شلون طريقة الفرز بالعالم. في طريقة اسمها الفرز المركزي. الفرز المركزي إنه يكون عندنا هناك مكان أو مصنع يتم تجميع كل النفايات فيه إلى هذا المكان، وتم طريقة الفرز يعني خلينا نقول عن طريقة تجهيزات معينة وعمال. طريقة الفرز هذه مو موجودة بالكويت أول شيء. ثاني شيء النفايات اللي راح تنتج من عملية الفرز هذه نفايات مخلوطة في الشوائب، فصعبة إنك تدورينها، لأنها تكون يعني خلينا نقول تحتاج إلى تنظيف بعدين إلى تدوير. ولكن الفرز اللي هو السليم اللي قاعد يصير حاليا حتى في الدول المتقدمة، اللي هو الفرز من المصدر، الفرز خلينا نقول من البيت من المطبخ، فهذا أفضل أنواع الفرز. يعني تقصدين أستاذة إنه يكون في ثقافة، أنا ما راح أذكر طبعاً اسم المكان، لكن في الكويت أنا أشوف بعض الأماكن العامة في حاويات يكون مقسمة إن صحيح. هذا للريسايكلينج مع طبعاً لها شعار معين، وهذا مثلاً النفايات اللي ما راح يتم تصنيعها تدويرها، وفي تصنيف يعني بلاستيك هني الورق هني. إحنا ببيتنا شخصياً قاعد مارس هالشغلة، لأن يعني نشوفها برا وإن هي صحية أكثر أكيد. ويهمنا أكيد. سلامة البيئة. فيعني فيها الثقافة موجودة في بعض البيوت صحيح. وقاعد تنتشر، لأن الناس يعني أكيد دائماً تسعى للتطور صحيح. فيعني الفرز هذا أيضاً يسهل لكم عملية التدوير مثل ما قلتي. نبي نعرف اختراعك شنو ارتباطه بالجيل الرابع للثورة الصناعية، خلينا نقول نعم. شنو ارتباطه في هذا؟ نعم، أول شيء خلينا نعرف شنو يعني الجيل الرابع للثورة الصناعية. الجيل الرابع هو عبارة عن هو النوع الجديد من الصناعة اللي مرتبط في ربط ما بين العالم المادي والعالم الرقمي والافتراضي. يعني يكون في هناك خلينا نقول نوع من تبادل البيانات، نوع من خلينا نقول الحوسبة الذكية، نوع من يعني ارتباط ما بين المادة وما بين الإنترنت. فيكون هناك خلينا نقول نوع من السنسرات، وسائل اتصال تساعد على طريقة خلينا نقول التفاعل. فالمشروع أو خلينا نقول الحاوية الذكية هي أساسا تطبق هذا المفهوم. شلون؟ لأنها أساسا تطبق مفهوم إنترنت الأشياء، وهذا يعتبر من الجيل الرابع للصناعة. ترتبط بالإنترنت وتنقل الداتا للإنترنت وترتبط في البلوتوث. فكل هالأشياء هذه يعني خلت المشروع أنه يطبق هذا الجيل، وهذا أساسا الجيل الحين الجديد اللي خلينا نقول قاعد ينتشر في العالم، وهو يعني خلينا نقول المستقبل إن شاء الله. ما شاء الله. طيب شلون ممكن أن نربط الاختراع مع مشروع التنمية بالكويت؟ نعم، أول شيء خلينا نقول التنمية إذا يبنى سيرة التنمية مرتبطة في رؤيتنا إحنا في الكويت إن شاء الله لـ 2035، يعني قاعد تشجع إن إحنا نوجد بدائل للنفط. فإذا كان هذا يعني إذا كان عندنا مثلا خلينا نقول الصناعة، إحنا الحين قاعد نصنع،
فهذا اساسا من القطاعات الثابته والمدره خلينا نقول للاقتصاد او خلينا نقول للمردود او خلينا نقول للموارد. صار عندنا الحين بالنسبه للمشروع بدينا بالصناعه، صار عندنا خلينا نقول ثقافه ان هي او خلينا نقول رفعنا الوعي عند المستهلك، صار عندنا شغله اسمها الويست مانجمنت او اداره النفايات. فهذه مفقود امانه بالكويت لان قاعد يصير الفرز تقليدي وخلينا نقول يدوي من اعمال النظافه. عندنا صار عندنا خلينا نقول اللي هو وعي اكثر عند عفوا اللي هو ساعدنا شركات التدوير بحيث ان احنا ننقل لهم النفايات مفروزه وجاهزه، وايضا هم عارفين الكميات، ربطنا الانترنت، ربطنا التكنولوجيا واستخدمناها في هالمشروع. فهذا كله يعني خلينا نقول جوانب التنميه صارت يعني معانا ويعني باذن الله راح تشجعنا ان احنا نستمر ان شاء الله. طبعا اكيد جميل. طيب اكيد يعني انا قاعده اشوف ان عليا قاعده تفكر وقاعد تقول احنا بيتنا قاعد نقسم واحنا شيء في فايده من اللي قاعد تسوونه. اكيد يعني انتم لما تجمعون هذا كله عليا تودونه تسوون له ريسايكل. احنا يعني شوفي ثقافه التدوير او غيره من الاشياء هذه يعني دائما الانسان يحب دائما يطور من نفسه ولازم يكون مردوده للعائله طبعا للافراد اللي فيها. يعني مو بس احنا ترى حتى يعني الناس اللي نعرفهم تقريبا يعني العوائل قاعد تمارس هالشيء. يعني واضح انه بالكويت في وعي لكن في ناس يعني مو عارفه خطوره ان هذا. انا فاهم يمكن لان انا علمي تخصصي فدائما كنت افكر انه طبقه الاوزون وان النفايات لازم انه شلون شيء وكل عندي تساؤل شو يسوون بعد ما يقطونها في الاماكن هذه. يعني تساؤلات صح طبعا. يقول وين تروح يحرقونها زي ما يضر الهواء. فهذه الاشياء اذا عيالنا وعيالنا ما شاء الله الحين الجيل الجديد كل شيء عارفه بالانترنت يعني طبعاً. عندهم السلف ليرنينج فيشوفون يتسائلون يعني ممكن ترى العيال الصغير يحرجك يقول لك هذا بلاستيك بنسوي له اعاده تدوير لا تقطينه. فيعني حلو ان نشوف عيالنا كذي. فنبي نعرف هل فائده اللي راح ترد لنا كدوله وطن يعني محافظ على البيئه طبعا وهامه جدا نعرف شنو فائده هالاختراع للديره. نعم اول شيء خلينا نقول الفائده يعني متشعبه بكل اكثر من جهه. الفائده الاولى طبعا للدوله احنا خلينا نقول زدنا من مصادر الاقتصاد اللي هو الصناعه. الفائده الثانيه خلينا نقول اللي هي للمستهلك نفسه اللي هو راح يسترجع قيمه نفاياته ككاش او خلينا نقول اموال يعني ماديه. الفائده خلينا نقول للبيئه ان احنا حافظنا على البيئه بدال هذا العلب تروح على المرادم او يتم حرقها فهذه كلها اموال ويتم اعاده تدويرها يعني خلينا نقول بطريقه يعني باكثر من مره. فاذا صار عندنا خلينا نقول عمليه نقل نفايات الى شركات تدوير بطريقه يعني خلينا نقول دوريه ومنظمه فاحنا ساعدنا ايضا شركات التدوير طبعا. فالفائده خلينا نقول تقسمت والكل استفاد سواء الدوله سواء خلينا نقول المواطن العادي البيئه استفادت وايضا شركات التدوير استفادت. شركات التدوير لها طبعا يعني منتشره بالكويت. انا نعم. شايفه ان يعني نعم. انا احدى صديقاتي تدير هذه الشركه فيعني عشان كذي بعد عندنا نعم. الثقافه انه دائما يوصلنا لا تقطون. لما اشوف بالمعارض نشارك ولا شيء يعني نتواجد نعم. اشوف دائما يهال صغار من المدارس جايين مسوين اعاده تدوير لمثلا بلاستيك مسوين اشياء احيانا اكيد صح. إيه؟ فهذا المشروع والانجاز الجميل تشكرون عليه وان شاء الله يرى النور ويكون يعني عندنا في ارض الواقع ان شاء الله. شكرا لك ومزيد من الانجاز يا رب. شكرا يعطيكم العافيه. طبعا راح نشوف الشيف وين وصلت في طبختها لكن بعد هالفاصل.